بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شعر وشعر بسكون العين وفتحها لغتان والاثنين صح، تقول شعرة وشعرة الاثنين صح، واحدتها بفتح العين أيضا وسكون العين. والشعر زينة وترك سنة وحلق بدعة. والله العلماء قايلين كده، ما تبصش دي هو بدعة مستحدثة فعلا. ما هو ايه تعريف البدعة؟ هو أمر لم يكن على العصر الأول. كان زمان الرجالة بيسيبوا شعره ما يحلقوش إلا لما يعمل عمر، ويبقى بطفيرة كده وطويل، بس بيبقى لابس عمامة، مش يبقى ماشي كده بقصة، راجل بقصة ما ينفع، يبقى لابس عمامة وكل حاجة ومغطي، لكن شعره ينزل على منكبيه وكده، وما يشيلوش إلا إذا كان مأمل علشان علاج للأمل، أو إذا كان هيخرج للجهاد هيقعد كتير في حتة صحاري مش هيستحمى، فيقوم يحلقه علشان يريح مخه من شعره بقى، يقوم يبقى ايه نظيف كده ومستريح، لانه في الجهاد بيقعدوا شهور، كانوا ساعات يقعدوا في الصحراء فترات طويله. فكان يعني رجال كتير تلاقيهم ماشيين في الشارع كده شعرهم، وعشان كده في بعض الشباب لما قرا الاحكام دي ساب شعره طوله، بس اللي هيطول شعره يلبس عمام وما يبقى ويحافظ عليه، ما يبقاش مأمل، ما يروحش مستشفى بالريش بتاع الاطفال يقعد جنب الاطفال، الامل هينط على شعره هيطلع مأمل على طول. انا كنت امتياز في مستشفى بوريش، كنا نقعد بعد ما نخلص عياده الاطفال نقعد ننقي الامل من على البلاط البيضاء بتاعتنا. العيال مأمله بقى طول النهار، وانت بتكشف على 200 عين، تيجي على الساعه 2 الظهر تلاقي الامل شغال، واخد بالك؟ فالواحد ياخد باله بقى، يعني الواحد ايه يراعي الامور اللي زي الشعر. تركه سنه وحلقه بدعه وهو زينه، خلقه الله زينه للعباد. وهل بدعة يعني ضلالة؟ مش ضلالة، ما مش كل شيء مستحدث ضلالة. ما هو الجماعة التانيين يقول لك بدعة يعني اوعى تعملها، طب ما في بدعة مستحبة، واخد بالك؟ ما فيهاش مشكلة. طب ما مائدة الرحمن اللي بيعملوها دي ما هي بدعة، كانش أيام النبي، لكنها مستحبة لأنها فيها إطعام طعام وفيها إكرام للفقير وفيها مواساة وغير ذلك. من أيام الفاطميين شفنا في الأهرام النهاردة لا، موائد الرحمن، موائد الرحمن ايام الفاطميين كان بيعملها الحكام بس، انما الوقت كل واحد يحب يعمل مائده الرحمن، اي محل فاتح، اي بيت، اي بتاع، بقت عاديه يعني. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان اسود لونه، وكان مموج ناعم، مموج ناعم مموج، يعني لم يكن سبطا سايح كده، ولم يكن جعدا قطط يعني مكتكت، ولكن كان جعدا رجلا، يعني كان ايه ناعم مموج واسود. ومات النبي صلى الله عليه وسلم عنده 63 سنة، ولم يكن في شعره رأسه ولحيته الا حوالي 20 شعرة بيضاء او اقل، اقل يعني اقصى عدد وصل لنا هو 20، وبعضهم عدهم 13، بعضهم يعني كان يتعدوا يعني قليلين. والذي شيب النبي القران، قال شيبتني هود واخواته، مش عارف هم عدوا، كان بعض الشعر في الناصيه وفي الصدغ وفي اللحيه قليل. وكان شعر النبي اذا طال قوي يوصل يضرب ما بين منكبيه يسموه جمة، واذا كان قصير شويه يبقى الى شحمه الاذن يسموه وفره، واذا كان بينهما يسموه لمه، يبقى شعر النبي كان بين الوفره واللمه والجمة. تقولها ولج، ولج واو وفر، اللام لمه، الجيم جمة، تقوم تفتكرها يعني نظام البرشام، عارف الطلبة يحبوا يعملوا برشام كده عشان ايه ما ينساش.
حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد هو الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نصف أذنيه، يبقى بيوصف الوفر. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفر، كانت تغتسل مع النبي من إناء واحد وكل واحد مستور. كانت في رواية تانية بتقول ولم يرى مني ولم أرى منه، يعني بيبقى عامل زي إزار كده ويغتسل من فوق الإزار، يلف نفسه كده، عارف انت ابو يمن لما بيلف نفسه بالبتاع دي اللي يسموها ايه ابو يمن، زي اللي لابسها محمد علي دي ابو يمن بتاع، فايه يعني يروح لففها كده اللي هي زي النصف السفلي من الإزار وانت بتحرم، بتحرم واخد بالك، فيلف كده بالايه بملاية ويغتسل، والسيدة عائشة كذلك، ويبقى المية بتخش من خلال الثوب، أو يعمل ستارة بينهم ويبقوا واقفين في إناء واحد وستارة بينهم. وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، فوق الجمة ودون الوفرة يعني عكست، يعني عملت الوفرة جمة والجمة وفرة. العربي يحتمل، لغة واسعة ما يهمكش، واخد بالك يعني ما تقلقش، العربي يحتمل الحاجات دي كلها، يخلي الجمة وفرة، يخلي الوفرة لمة، أو يقول إنه يعني شعر طويل وخلاص، خدت بالك؟ حدثنا أحمد بن منيع على وزن بديع، منيع زي بديع كده وزنا، قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، يبقى بيوصف الوفرة وسماها جم، خدت بالك؟ وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. أو أنا هقول لك حاجة جمعا للأحاديث، إن شعر الإنسان ساعات تلاقيه من ناحية شحمة الأذن قصير ويجي طول على ورا، خدت بالك؟ فاللي وصف اللي من ناحية الأمام وصف اللي شحمة الأذن، واللي وصف من الظهر وصف إنه يضرب ما بين منكبيه، والحال واحد، خدت بالك ازاي؟ فده يحتمل وده يحتمل، فما تقلقش يعني، تقول ايه ده هم يعلمونا غلط ولا ايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا يعني وسط، لا هو طويل قوي ولا هو قصير متردد، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم، وربعة يعني عرضه يناسب طوله، ربعة يعني عرضه يناسب طوله، مش مربع يعني. اللي كان مربع كده عرضه جامد قوي سيدنا علي، سيدنا علي بن ابي طالب كان واقف كده صخره، لو 10 رجاله يحاولوا يقلبوه ما يعرفوش، صخره فارس، شال باب خيبر على كتافه، وكان لا يحمله الا 40 رجل مجتمعين. سيدنا علي لما شال، وربنا والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، غدا يفتح الله على رجل يحبه الله ورسوله، بعد ما حصروا خيبر مده طويله، فالكل قاعد يدور مين اللي هيبقى هو مين. سيدنا رسول الله خلص صلاة ورا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر والصحابة كلهم، كل واحد يعني بيبص عشان النبي نادي عليه يبقى يحبه الله ورسوله. فسيدنا رسول الله قال أين علي؟ قالوا له في الخيمة أرمد، صلى وجري على الخيمة عشان عينيه ورمة وأرمد، يعني معمصة ورمة كده وجفونه قد كده مقفولة. فجاء سيدنا علي بيسوقوه كده، عارف لما تبقى انت مغمض عينك بيسوقوه، لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل النبي في عينيه فبرئت في الحال، خدت بالك؟ يبقى ريق النبي زي اي ريق، يقول لك راجل زينا زيه، انت ريقك مليان تلوث، لو تفيت في الميه الريقه تعكرها، لكن سيدنا رسول الله كان يتف في المية، يدخل في الماء المر يعذب، واخد بالك؟ يعني حاجة تانية بقى، ريق النبي ده حاجة تانية. الإمام نافع القارئ المدني في عصر الإمام مالك، تابع تابعي،
اللي هي قراءة نافع معروف، كان إذا قرأ القرآن شم رائحة مسك خارجة من فمه، وكان أسمراني زنجي نافع ده زي الأفريقيين زنجي كده من لون سيدنا بلال الحبش، لكن يجي يقرأ القرآن تشم مسك طالع من بقه الله. فقالوا له إيه السر ده؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية فتفل في فمي وقال أقرأ فقرأ. فمن ساعة الرؤية دي بقى يطلع المسك من فمه في المنام وأثر، فما بالك في الحقيقة ريق النبي. لما ريق النبي في المنام أثر، يبقى عايز في الحقيقة إيه يا سيدي؟ سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة، كان بحر في العلم، كان بحر كبير في العلم سيدنا عبد الله بن عباس. فبيقولوا إيه سر علومه دي كلها؟ قالوا إنه أول ما اتولد حنكه النبي بتمرة اختلطت بريق النبي، فأول حاجة دخل جوفه ريق النبي مختلط بالتمر، فبقى من أهل العلم الكبير، خدت بالك؟ فقالوا سر ده كله في سيدنا عبد الله بن عباس، هي حبة ريق النبي اللي دخل في جوفه. ريق النبي ده شغلان عايزين نعمل فيه رسالة ونجيب الأحاديث الواردة في ريق النبي، لأن جاله أحد الصحابة دراعه في غزوة أحد مضروب ضربة سيف مخلوع ومتعلق على حتة لحمة، يعني مخلوع خالص، الشرايين اتقطعت والأعصاب اتقطعت والأوردة اتقطعت والعظمة اتخلعت من المفصل والعضلات اتقطعت وكله اتقطع. الله، تعرف انت الوقت عشان يوصلوه تاني اللي عندي اقول لك الطب، والطب تقدم يا سعاده البيت، ويقول لك كده المريض يقول لك اصل الطب تقدم يا سعاده البيت، تقدم يعني؟ طب اقعد انت يشتغلوا فيه، عايزه تيم، مش جراح واحد، تيم من 6 جراحين يشتغلوا حوالي 24 ساعه كل تيم 6 ساعات ويروح ويجي اللي بعده، وعلى ما يقدر يحرك ايده دي عايز 3 سنين، وترجع بنسبة 60% من الأول كمان، ده لما تنجح أول كويس. أو ده جايله مقطوع خالص أهو خالص، وفي معركة ومليان غبار وتراب وزبالة، ما هو طبعا بقى يعني هو اللي ضربه بالسيف ده كان معقمه معركة يعني، واخد بالك؟ رايح له بالزباله بتاعته والتراب والرمل ومقطوع، وشايله بايده كده، شايله بايده ورايح للنبي. امر سيدنا رسول الله عمل ايه؟ تفل به والتأم كده واداله السيف راح يحارب بيه على طول في نفس الله. ايه ده؟ ايه الشغل ده؟ بريقه. حاجات غريبه دي. صلوا على من قد شفى بالريق، صلوا على من قد شفى بالريق عين الضرير ولدغة الصديق. صلى الله عليه وسلم. عين الضرير اللي جاله برضه قتادة خد له سيف، أم عينه وقعت كده فعلى خده، راح مسكها شوية مية وراح للنبي. كان شاب لسه سيدنا قتادة عنده حاجة و30 سنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له خلاص تصبر. قال تعيرني النساء يا رسول الله؟ النساء بقى ستات الزهر كان متجوز كم واحدة هيقولوا له يعور وبتاع عملية بقى شغلان. قال له تعيرني النساء يا رسول الله؟ فراح سيدنا رسول الله راح ردها له وتفل به، فكانت أحسن من العين التانية. كتم عينه التانية تعية دي ما ترمتش ولا تتعدي. كل ده ريق النبي يا سيدي. ريق النبي ده سر كبير من الأسرار الكبيرة. مرة وهم راجعين من غزوة تبوك على بير مر علقم تفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، صار عزبة بقوا يشربوا منه. مسيلمة الكذاب سمع ان سيدنا رسول الله بيعمل كده فتفل في ماء عزب صار مرا علشان ربنا يخزيه عكره يعني، واخد بالك؟ عشان ربنا يخزيه. سموها ايه؟ إهانة. يبقى يتفل النبي في البير المر الحول اللي عايز بيسموها معجزة، ولما مدعي النبوة ما يعمل حاجة تيجي على خلاف مراده يسموها إهانة. فهمت ازاي؟ فالإهانة عكس المعجزة.
المعجزة للنبي والكرامة للولي والمعونة للمسلم العادل زي حالتنا كده، واخد بالك؟ ما تبقاش ما يسموهاش كرامة، يسموها معونة. يعني واحد زي حالتنا اتزنق زنقة كده غريبة شوية ولا بتاع، وبعدين قال يا رب عديها معايا، قام ربنا سبحانه وتعالى قلب له الدنيا واتظبطت له كل حاجة في لحظة كده، واخد بالك؟ وهو مش أهل للمسألة يعني، مش راجل يعني من الأولياء، فيسموها العلماء إيه؟ معونة. الحمد لله بنشوفها دي، ربنا بيكرمنا دي. في المعونة دي بتبقى إيه؟ على مستور الحال، على من زي حالاتنا دي، واخد بالك؟ إنما ما يبقى واحد ولي كبير كده تبقى سموها كرامة، ولما يبقى على يد نبي تبقى يسموها معجزة، على يد كذاب يسموها إهانة، لأنها بتيجي على خلاف المراد، خدت بالك؟ قبل مولد النبي في الأكوان يسموها إرهاص، إرهاص، يقول لك إرهاصات النبوة، واخد بالك؟ اللي هي الأشياء الخارقة للعادة اللي حصلت مع ميلاد النبي، زي مثلا انشقاق إيوان كسرى، واخد بالك؟ وزي جفاف بحيرة ساوة، وزي خمود نار فارس، كل دي سموها إيه؟ إرهاصات. وكلها بتجتمع في تعريف واحد، هو أمر خارق للعادة، واخد بالك؟ زي على يد نبي معجزة، على يد ولي كرامة، على يد مستور الحال معونة، على يد الكذاب إهانة، واخد بالك ازاي؟ في الأكوان قبل بعثة النبي إرهاص. سهلة. والاستدراج بقى ده في حاجة تانية، بتيجي بقى للجماعة اللي ماشيين مع الشياطين السحرة، بيجي لهم بقى زي السحرة استعانة بقى بالجن والشياطين والحاجات دي، يقوم ايه يخرقوا الأشياء كده قدام العوام، لكنها بتبقى استدراج. حدثنا أحمد بن احنا قلنا على ايه؟ على سيدنا علي، احنا قلنا مربوعا فدخلنا في سيدنا علي. سيدنا علي هو اللي فكرنا بريق النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي من قوته كان يمسك الراجل من دول بايده كده يصوت به الارض صوتا بايد واحده، عشان تعرف سيدنا علي ده كان فارس، مش اي كلام، كان فارس. كان الصحابه يقولوا لا فتى الا علي، وكان معاهم سيدنا خالد بن الوليد، راجل يعني محارب مقاتل تمام، لكن سيدنا علي اول ما يظهر كل دول ما يبانوش من شدة شجاعته وبأسه وقوته. مو أصل عمه مين؟ عمه حمزة أسد الله. وابن عمه مين؟ رسول الله أشجع الخلق على الإطلاق. فهمت إزاي؟ فالحكاية ماشية. سيدنا حمزة عم النبي، كان الرسول مسميه أسد الله. كان يخرج السحرة، ليه سموه أسد؟ كان يقاتل الأسد وجها لوجه بغير سيف. أسد اللي في الصحراء قدام الناس كده شجيع بقى، يشوف الأسد يخش فيه ويمسك الأسد لحد ما يقضي عليه. حاجة غريبة قوي دي، قوة عجيبة. وكان غاوي صيد سيدنا حمزة، خدت بالك؟ فسماه النبي أسد الله. ما كانش حد يقدر يواجهه في الحرب أبدا، لدرجة إن ما قتلوش وحشي إلا من ظهره، لكن ما كانش حد يقدر يواجهه. وكان مستخبال كمان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير، على وزن سرير كده، جرير زي سرير وزنه، عن ابن حازم قال حدثني ابي عن قتاده بن دعامه السدوسي قال قلت لانس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالصبت أو بالصبت، يعني لا كان شعره ملولو، عارف اللي يسموه كنيش، عارف الشعر الكنيش اللي هو ملولو كده، فتلته ناعمة بس ملولو، غير الايه المكتكت ده الجامعة الافريقيين تلاقي شعره كده يعني ايه مكتكت، اللي هي قطط المسيح الدجال، قطط، خد بالك، المسيح الدجال شعره قطط مكتكت يعني. انما ايه الرسول صلى الله عليه وسلم
لم يكن بالجعد يعني اللي هو الملولو مع نعومة فتلته، ما كانش كده، ولم يكن سطا يعني ما كانش ايه نازل حتة واحدة ناعم خالص، لكن كان جعدا رجلا يعني مموج، خدت بالك؟ وده الأجمل. كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ابن جبر عن أم هانئ. مجاهد ابن جبر ده اللي هو الإمام مجاهد صاحب التفسير المشهور، مات بمكة ساجد، مات وهو ساجد بمكة. عن أم هانئ بنت أبي طالب أخت سيدنا علي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قدمة، ساعة الفتح يعني، ساعة فتح مكة، وله أربع غدائر، وله أربع ضفائر. النبي صلى الله عليه وسلم رايح فتح مكة، رايح حرب، مسافر من مدينة، فقام راح مجمع شعره في أربع ضفائر، واخد بالك؟ فلما دخل على أم هانئ، لأن لما راح مكة ما لقاهوش بيت دار يقعد فيه صلى الله عليه وسلم، بعد ما سيدنا رسول الله هاجر جاء عقيل ابن أبي طالب باع كل الدور وخد فلوس على التأجير، فراح لما راح مكة وفتح مكة بيدور على دار يقعد فيها صلى الله عليه وسلم فمش لاقي، فقال وهل ترك لنا عقيل من دار؟ هو عقيل ساب لنا حاجة نقعد فيها؟ باع كل، فما لقاش إلا دار أم هانئ بنت عمه، قعد عندها في فترة فتح مكة اللي هي 18 يوم. لا دي بنت عمه، لا ده طلب ايدها، كان هيتجوزها ازاي تبقى اخته في الرضاعه؟ بنت عم كان هيتزوجها، وطلب انه يتزوجها علشان عندها عيال يقوم يربيهم لها صلى الله عليه وسلم، فهي اعتذرت، خافت لحسن تبقى منهكه باولادها فما تقومش بحق النبي. فلما العيال كبرت وفضيت شويه راحت قالت للنبي اتجوزني بقى، لا لا خلاص زي ما رفضت الاول انا بقى دلوقتي اقول لا، يعني دي بدي بقى. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله ابن المبارك. عارف عبد الله بن المبارك خد العلم من كم شيخ؟ أساتذته 4000، يتعلم العلم من 4000 شيخ، وانت مش عارف تتعلم من شيخ واحد لانك مشغول بقى وراك المسلسلات هتقطع نفسك. عن معمر عن ثابت، على فكره الكلام مش ليك، للي قاعد بيتفرج على المسلسلات. انت الحمد لله قاعد معانا في الجامع، انت حاجه كبيره، لكن احنا بنقرز الجدع اللي قاعد في المسلسلات. عن ثابت البناني، ثابت البناني ده تابعي لازم سيدنا انس بن مالك، واتجوز بنته وكان بيخدمه في كبر، ياخده من ايده ويوضيه ويوصله ويعمله واتجوز بنته وروى عنه سيدنا ثابت البناني. عن انس ان شعر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان الى انصاف اذنيه. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة اللي هو يسموه المسعودي، لأن جد أبوه أخو سيدنا عبد الله بن مسعود، خدت بالك؟ فيسموه المسعودي. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول، لا جده مش جد أبوه، أن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، يسدل شعره كان يسيب شعره كده ينزل حتة واحدة من غير ما ايه يفرقه، عشان يفارق يخالف المشركين، المشركين كانت تفرق شعره فالنبي كان يسيبه ما يفرقش، يسدل شعره. وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، فكان النبي يحب يوافق أهل الكتاب لأن برضو ايه عندهم علم من الكتب السابقة قبل أن ينهى عن مخالفته في الأول، ثم بعد ذلك لما أمر بمخالفتهم
ترك سدل شعره، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، هذا في أول الأمر قبل الأمر بمخالفتهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه بعد ذلك مخالفة له. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذا ضفائر أربع، برضو ساعة فتح مكة. ونقف على باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجل يعني إيه؟ يعني تسريح، وترجل برضو معناه المشي بالرجلين، خدت بالك؟ لكن هنا جاي بعد إيه؟ بعد الشعر، يبقى الترجل هو تسريح الشعر، يعني تصفيف الشعر. إن شاء الله في الجلسة القادمة التي لا أعلم متى تكون إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على طاعة الله وعلى ترك المعاصي أبدا، فنسأل الله أن يوفقنا لذلك، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام ولو كره الكافرون، ثبتنا على ذلك يا رب العالمين. أمين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.